بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث والثلاثين، كتاب الجهاد والسير، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. وقلنا بالأمس أن النفل هو ما أعطاه الحاكم للجندي فوق سهمه من الغنيمة أو الفيء، ما زاد عنه. وهل يكون من عموم الغنيمة أو من خمس النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأربعة أخماس؟ ثلاثة أقوال للإمام الشافعي. الإمام الشافعي له ثلاثة أقوال فيه، والراجح أنه على حسب ما يراه الإمام، مصلحة، متروك لمصلحة الإمام، يختار كيف شاء، يختار من خمسه، خمس النبي يعني، أو يختار من الأربعة أخماس، أو يختار من عموم الغنيمة، كل على حسب إيه ما يراه مصلحة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 72 بعد 604,000، قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا عمر بن يونس، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثني إياس بن سلمة، قال حدثني أبي، قال غزونا فزارة، وفزار قبيلة من قبائل العرب، غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا، يعني نزلنا ليلا للاستراحة، يبقى عرسنا يعني نزلنا ليلا للاستراحة، ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس، عنق يعني جماعة، جماعة من الناس بتهرب في حتة بي، ده مين؟ ده ابن أبي إيه؟ ابن سلمة اللي هو الراوي، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، يعني فيهم الإيه؟ النساء والأطفال، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما لقوا في سهم أمامهم خافوا ليكون جاي لهم عدو من أمامهم فوقفوا، فقبض عليهم كلهم وأسر، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، فرو قديم، يعني القشع هو الفرو القديم، هو عندي هنا مكسورة القاف، عليها قشع من أدم يعني من جلد، يعني فرو من جلد قديم، والفرو بيبقى ايه؟ جلد برضو، مش كده برضو؟ قال القشع النطع، النطع اللي هو ايه؟ البساط، يعني ما يبسط على الارض او على جسم الانسان، معها ابنة لها من احسن العرب، يعني معها بنت جميلة جدا، من احسن العرب يعني ايه؟ يعني جميلة جدا، ظاهرة الجمال والوضاء يعني، فسقتهم حتى اتيت بهم ابا بكر، فنفلني ابو بكر ابنتها، فده يدل على انها من سائر الغنيمه اهو، النفل فادها له مكافاه، سيدنا ابو بكر اداله البنت دي مكافاه، نفل زياده، ليه؟ لان هو السبب
في انه اثر المجموعه دي كلها وهو اللي شافها كويس. فنفلني ابو بكر ابنتها فقدمنا المدينه، فاجاز الفقهاء من هذا التفريق بين الام وابنها ان كان بالغا كبيرا، لان النبي نهى ان يفرق المجموع يعني الام وابنها ان كان رضيعا او لا يحتاجها، لكن هنا لما فرق بين البنت وامها لانها كانت كبيره استغنت عن رعايه امها. فنفلني ابو بكر ابنتها فقدمنا المدينه وما كشفت لها ثوبا، كنايه عن انه لم يجامعها وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، يعني المرأة اللي انت خدتها نفل دي اوهبها لي، هب لي المرأة، لانه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه يعني من النفاسة التي بها تكون لها قدر كبير، فيستطيع ان هو يعني ايه يستبدل بها اسرى من المسلمين عند الكفار. فهمت؟ هب لي المرأة. فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، يعني إيه لله درك يعني. فقلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. يبقى يجوز إيه استعمال الكافر الأسير في فداء أسرى المسلمين من هذا، ويجوز فداء الأسير الرجل بالمرأة. كل ده إيه أحكام يمكن أن تفهمها من هذا الحديث، وأن النبي كان صلى الله عليه وسلم يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فكان من المصلحة الخاصة لأبو سلمة أن يحتفظ بهذه المرأة التي أعجبته وأخذها بجهده ومن حرب، دي مصلحته الخاصة، لكن المصلحة العامة أن يتنازلوا عن مصلحته الخاصة وتستخدم هذه المرأة لفداء أسرى المسلمين، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وكل دي قواعد في ذهن كل فقيه مسلم. باب حكم الفيء. والفيء هو ما عاد للمسلمين من الكفار بدون قتال باستسلام، ده اسمه الفيء. والجمهور على ان الفيء يقسم اربعه ايه، ان الفيء كله لله ورسوله، الجمهور جمهور الفقهاء الا الامام الشافعي، جمهور الفقهاء على الامام الشافعي يقول ان الفيء كله لله ورسوله فيقسمه كيف شاء. والإمام الشافعي رأيه أن الفيء أربعة أخماس لله ورسوله والخمس للجند، والنبي له خمس الخمس أيضا، يعني النبي له أربعة أخماس زائد خمس الخمس، يعني 21 جزء من الفيء للنبي، والأربعة أسهم من الإيه من بقية 25 تبقى للإيه للجند. كويس، ده مذهب الامام الشافعي انفرد به عن سائر الجمهور، انه الفيء يقسم اخماس، الاربعه اخماس زائد خمس الخمس الباقي لله ورسوله، وبعدين الباقي يوزع على ايه على الجند. باب حكم الفيء. وعن ابي قال حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم.
وعنه به قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، اللي هي في سورة الحشر. كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني كناية أنهم لم يحاربوا، يعني قاعد بالاستسلام. الإيجاف أصلا هو سرعة السير بالخيل والإبل، دي معنى الإيجاف. يبقى أصل الإيجاف في لغة العرب هو سرعة السير بالخيل والإبل، فهي كناية عن إيه؟ عن المحاربة يعني. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يبقى بني النبير دي كانت ايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. على مذهب الامام الشافعي اربع اخمسها للنبي وخمس الباقي كمان، وخمس الخمس الباقي، وبعدين الجزء الباقي بقى في الاخر يقسم على الجند. فهمت؟ على مذهب الامام الشافعي. طب وعلى مذهب سيدنا عمر هنا كلها للنبي، وهو يقسمها كيف شاء بقى، يعطي من شاء بما شاء. فهم؟ ومذهب سيدنا عمر ده اللي هو يوافق الجمهور. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، يعني على زوجاته وعلى ربائبه وعلى خدامه وعلى من يربيهم صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته، ياخذ منها نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. والكراع هو الخيل يعني، والسلاح اللي هو إعداد العدة للجيوش، يعني تجهيز الجيوش عدة في سبيل الله. فاستدل العلماء على جواز أن يخزن الإنسان طعام سنة، وأن هذا لا يقدح في التوكل، إنك أنت يبقى عندك مخزن في بيتك تحط فيه خزين سنة عشان أسرتك وأولادك، وأن هذا التخزين لا يقدح في التوكل. فإمام المتوكلين كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن العادة أن النبي كان يأخذ نفقة السنة يخزنها، وكان لا يرد سائل، فينفقها في أقل من شهر كله، ويقاسي الجوع معظم السنة. هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عندما توفاه الله كان درعه مرهون عند يهودي في 60 وسق من شعير من أجل إطعام أهله. لماذا؟ لأنه كان كثير التصدق، فكان لا يبقي شيء في مخازنه صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. وعنه به قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب، لما كان خليفة يعني، ده أيام ما كان سيدنا عمر الخطاب أمير للمؤمنين، يعني الحادثة دي كلها بعد وفاة النبي بسنوات طويلة. قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، يعني ارتفع النهار، يعني معناه كده يعني بين الضحى والظهر كده، ويقصد بالنهار هنا الشمس، يعني تعالى النهار يعني ارتفعت الشمس. قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، كان قاعد على سرير وعليه رمالة. ايه الرمالة دي؟ دي عبارة عن حصير مصنوعة من زعف النخل، فهمت؟ يسموها رمالة. مفضيا يعني ليس بينه وبين الرمالة فراش، ادي معنى مفضيا. مفضيا الى رمالة يعني قاعد عليها مباشرة، مش حاطط عليها مفرش ولا حاجة، فهمت؟ يبقى مفضيا يعني ليس بينه وبين الرمالة
ايه بين الرمال فراش يعني، جالسا على سرير مفضيا الى رماله، متكئا على وسادة من ادم يعني جلد مدبوغ. فقال لي يا مالو، بيدلعه اصلا يا مالك، يقول له يا مالو، اسمه ترخيم في لغة العرب، زي ما سيدنا محمد كان ساعات ينادي عائشة يقول لي يا عائش يا عائش، فهمت؟ يبقى ده اسمه ترخيم في لغة العرب، ويقال على سبيل الإدلال، الإدلال يعني ما تدلعه يعني بلغة المصري، يقول لك ده بيدلعه، يقول لك اسم الدلع. وده يدلك على ان سيدنا عمر كيف كان متقشفا ومتقللا، وكان يحكم نصف الدنيا ساعتها. امير المؤمنين كان عنده اموال طائل، لكن كان عايش ازاي رضي الله عنهم وارضاهم؟ ليه؟ لانهم اتربوا شافوا النبي كان عايش ازاي، فكانوا ما يقدروش يعيشوا الا كده، لان شافوا النبي كده صلى الله عليه وسلم، رباهم النبي على التقليل من زينة الدنيا. فقال لي يا مالو، انه قد دف اهل ابيات من قومك. دف يعني جاءوا مسرعين ضيوف. انه قد دف اهل ابيات من قومك، وقد امرت فيهم برضخ يعني بعطاء، فخذه فاقسمه بينهم. قال قلت لو امرت بهذا غيري؟ قال خذه يا مالو. قال فجاء يرفى فقال هل لك يا امير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف؟ يرفى ده برضه ايه زي ما تقول كان ايه من ضمن ايه خدام سيدنا عمر، فدخل يرفى في الوقت ده وقال له ايه، هل لك يا امير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ يعني بيستأذنوا على الباب عايزين يدخلوا يعني. فقال عمر نعم، فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي؟ يعني تأذن لهم؟ قال نعم. فأذن لهما. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. كل نفس ابن علي. عشان كده بعض العلماء زي الإمام المزيري قال لك الرواية دي على فكرة بالغ فيها الرواة وما قالش كده، بيستبعد يعني، لكن هي مش مستبعدة لأن ده عمه في إيه؟ وسيدنا علي بالنسبة له ابنه، والإنسان ممكن يكلم ابنه ويقسو عليه ولا يقصد معنى الكلام، فهمت إزاي؟ لأن هو بإيه سيدنا العباس وسيدنا علي بالنسبة له إيه ابنه، وحصل خلاف بينهم في إدارة المال اللي إيه الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في إدارته، فقال له إيه اقضي بيني وبين هذا الكاذب، يعني الكاذب المخطئ يعني في إدارة المال، فالكاذب بمعنى لا الكاذب الذي لا يقول خلاف الواقع، لا الكاذب بلغة قريش يعني الذي يخطئ في إدارة المال، الآثم لأنه لا يأخذ رأيي، الآثم هو العاصي يعني عصاني ما بياخدش رأي، يدير المال دون أن يأخذ رأي، الغادر لأنه لم يوفي العهد ان هو ايه لا يتصرف الا بعد اخذ رأيي في المال. يعني سيدنا علي كان له اسلوب في ادارة المال يشبه اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد سائل ويدي للناس على طول، وسيدنا العباس كان تاجر فكان يحب يحسب كل حاجة، ده نتصدق بيه وده نشيله نعمل بيه كذا وده نعمل بيه كذا، سيدنا علي ما عندوش بقى حكاية دي، فكان يحصل ايه خلاف بسبب طريقة ادارة المال، فهمت؟ من اجل ذلك فسيدنا علي تربى الا يرد سائل تربية نبوية شريفة، وسيدنا العباس عاش تاجرا والتاجر له وجهة نظر، فهمت ازاي؟ يحفظ المال يتصرف فيه بطريقة معينة وسياسة معينة. فلما اخذوا اموال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم لادارتها حصل بقى ايه خلاف في اسلوب ادارة المال، فهمت بقى المسألة؟ هذه الحكاية. فقال القوم اجل يا امير المؤمنين فاقضي بينهم. القوم اللي هم قاعدين بقى سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا الزبير اللي هم ايه جم، وسيدنا سعد بن ابي وقاص، كل دول كانوا قاعدين، ودول ايه سيدنا علي وسيدنا العباس داخلين
ايه مختلفين مع بعضهم بسبب إدارة المال ايه الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر: التائدة، يعني بالراحة كده اهدوا، التائدة اهدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، يعني أستحلفكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لنورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لنورث ما تركناه صدقة؟ قال: نعم. يبقى سيدنا عمر الأول وجه الكلام للضيوف اللي عنده، سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا الزبير وسيدنا سعد، قال لهم: أنشدكم بالله، أنتم مش عارفين أن النبي قال ما تركنا صدقة لا نورث؟ قالوا: آه. راح باصص بعد كده سيدنا عمر لسيدنا العباس وسيدنا علي، قال له: وانتوا كمان اتعلمون ان رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقه؟ قالوا: نعم. كويس، بيستشهدهم الاول على الدليل اللي ايه هيبني عليه القضيه. فقال عمر: ان الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصه لم يخصص بها احدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسولي من أهل القرى فلله وللرسول، وما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. ده الراوي بيقول. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول، يعني بقي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه في حال حياته يعني نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة الناس، يعني إيه؟ يعني ينفقه على الناس. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قال: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكانه، أحل محله، يعني أدير هذا المال، يعني أنا ولي رسول الله يعني أدير هذا المال. فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. لان خد بالك لو النبي كان هيورث كان مين اللي يورثه؟ بنته تاخد النص وعمه ياخد الباقي، فاهم؟ ده الميراث يمشي كده، صح؟ فبيقول له عمه اللي هو سيدنا العباس يعني، وبنته اللي هو ستنا فاطمه اللي هو زوجها سيدنا علي، فهو بيطلب ايه؟ نصيب بنت زوجته. فهمت بقى المساله؟ عشان كده هو بيفهمهم الكلام. قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ده بيكلم العباس أهو، ويطلب هذا على سيدنا علي ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة. لما جيتوا تطلبوا الميراث قال لكم كده، فعرفتوا إن ده ليس إرثا فسكتوا. كويس؟ فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، يعني انتوا شفتوا ان ابو بكر بقى كان آثم وغادر وخائن لما عمل كده، فهمت؟ فرأيتماه كاذبا يعني مخطئا، آثما يعني عاصيا لسنة النبي، غادرا يعني لا يوفي حق اهل النبي وقرابته بعد وفاته، خائنا والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق، يعني على خلاف ذلك كله، فهمت؟ ثم توفي ابو بكر وانا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ابي بكر، فرايتماني كاذبا اثما غادرا خائنا،
والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فوليتها يعني توليت أمر إدارتها، يعني إدارة هذا المال. ثم جئتني أنت وهذا، بيساوي إيه للعباس، أنت وهذا سيدنا علي، وأنتما جميع وأمركما واحد، وجايين إيه متألفين مع بعض ومبسوطين مع بعض كده، أنت وعمك مبسوطين. لما وجدوا أن إيه سيدنا عمر أعباء الخلافة كثيرة، قالوا خلاص اترك لنا المال نديره على ما تديره أنت، ونوفر جهدك، وإحنا هنعمل فيه اللي أنت بتعمله كويس. وجئتوني جميع يعني مجتمعين غير متفرقين، وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا لندرها لا لنرثها يعني، حتى نديرها. فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها. طب وليه ما رضاش يقسمها بينهم حتى لا يتوهم متوهم أنها إرث؟ فهمت إزاي؟ لأن هم هياخدوها يديروها ينتفعوا بما يخرج منها ولا يتملكوا رقبتها، فهمت بقى؟ لأنها ليست إرثا. فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما. يعني وبعد كده اختلفتوا مع بعض واتخانقتوا بعد ما كنتوا جايين لي جميع، بعدين جايين لي متخانقين وتقولوا لي اقضي بينكم، اعمل ايه فيكم؟ فهمت ازاي؟ يعني بيشهدهم على نفسهم. ثم جئتماني لاقضي بينكما، ولا والله لا اقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعه، فان عجزتما، يعني مش هقسمها ابدا بينكم، فهمت ازاي؟ حتى تقوم الساعة، يعني لحد ما اموت يعني، فهم؟ فإن عجزتما عنها فردها إلي، يعني لو كانت هذا يؤدي إلى خلاف بينكم رجعوها لي وأنا أديرها زي زمان خلاص، وكله يروح ريحوا نفسهم، فهم؟ ده قضاء سيدنا عمر في الخلاف اللي حصل بينهم. ترددوا على سيدنا عمر بعد فترة، وبعدين في الآخر سيدنا العباس زهق بقى من سيدنا علي وطريقته، مش عايز يغير رأيه في ده، فما قال لسيدنا عمر اديها لعلي خلاص مش عايزينها، فخدها بقى سيدنا علي لوحده بقى يديرها بعد ذلك، وهدأ الامر بعد ذلك واستقر الامر. فهمت بقى؟ يبقى الخلاف اللي بينهم ما كانش خلاف من اجل دنيا، ده اسلوب في ادارة المال، فهمت؟ اسلوب في ادارة المال مش طمع في الدنيا يعني، لان حال الصحابة غير حالنا احنا، لما نختلف طمعانين في الدنيا، هم ما كانوش عندهم هذه القضية، هو اسلوب في ادارة المال، فهمت ازاي؟ سيدنا العباس له اسلوب في ادارة المال، سيدنا علي له اسلوب اخر في ادارة المال، ما كانش يروق لسيدنا العباس. وعنه بي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا، وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن اوس ابن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو اللي يدف دفف، والدفف اللي هم الضيوف يعني، أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال معمر يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. ونقف على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، عشان نناقش موقف ستنا فاطمة مع ايه مع سيدنا ابي بكر الصديق الذي اساء فهمه الشيعة والروافض ايه الى يومنا هذا، فنتكلم فيه غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.